دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من ديمقراطية. من دون مقدمات بنبدأ مع دولة رئيس الحكومة تمام سلام العوافي. العوافي مبروك، رجعت الحكومة تجتمع، كيف كان اللقاء اليوم؟ رائع وأكثر من ممتاز. صار في خلاف على جدول الأعمال وبنوده؟ أبدا أبدا. طيب وكيف قدرت تضبط الجلسة؟ جبت حفارة جاك هامر وقلت لصاحبة بتصف تحت شباك قاعة مجلس الوزراء وعلى ترم الجلسة بتبلش تحفر بالجاك هامر، ونجحت الخطة معي. ما عاد حدا سمع حدا شو عم يحكي، فمررت البنود كلها على إيقاع الجاك هامر ومرقت الجلسة على خير. وهيك رح تضل تعمل دايما؟ حل ممتاز، ورح اتبعه بكل جلسات مجلس الوزراء، ولكن بصراحة خايف ماشي يوم خلال الجلسة تتعطل الجاك هامر ويصيروا الوزراء يسمعوا بعضهم. ايه ساعتها بيصير في 24 جاك هامر عم بينقروا بعضهم. شكرا تمام بيك. وهلأ مننتقل على تركيا. رجب طيب أردوغان اللي خايف انه حدا يسمم له الاكل كان جهز فريق اطباء ليفحصوا له اكلاته، ولكن احدهم اقترح عليه حل تاني منشوفه سوا. تيك تك تيك تك تيك تك. اهلا وسهلا سيد خالد الظاهر. السلام عليكم يا سيدي ومعلمي رجب طيب أردوغان. أنا جئت لأقترح عليكم استبدال الفريق الطبي المراقب لطعامكم في أنا. أنت بتراقب طعامي؟ لا، أنا بتزوق طعامك قبل ما حضرتك تأكل. إذا في تسمم أنا بتسمم قبلك، وهيك حضرتك ما بتعود تأكل. إف، ألا تخاف على حياتك؟ ما بتخاف تموت؟ حياتي فداكم، بالروح بالدم نفديك يا أردوغان. أوكي، إذا هيك يلا ابدأ بالوظيفة من الآن وفوت على المطبخ تذوق طعام الغداء قبلي. حاضر بالإذن. ودخل خالد الظاهر داق الأكل، ومن بعد ساعة أكل أردوغان. أخ أي أخ 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 رح موت. أي شو عملت يا خالد الظاهر؟ الطعام مسمم. يه غريب، أنا أكلت من كل شيء وما بني شيء. وليش أنا تسممت وأنت لا؟ لأنه اللبناني صار له 30-40 سنة بيأكل أكل ملوث، أي سم وأي بلوط بده يؤثر فيه. ومش هيك بس، ما تنسى أنه أنا صاروخ. شو بهم الصاروخ من السم؟ ما أنا صاروخ وبنقط سم. تابعونا بعد الإعلان بيضة إبان جديدة. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. في هجمة سياسية لبنانية على حزب التشناق خاصة وعلى النواب الأرمن عامة من قبل الفئات السياسية اللبنانية. أفريقاء ووفود وأحزاب من 8 و 14 أدار عم بيزوروا التشناق، وكان آخرها حزب الله وهيئة العلماء المسلمين والقوات اللبنانية. فهل التشناق والأرمن دور مفصل بالأيام اللي جاية؟ منشوف سوا، وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. غازي غازي، بدي منك تساعدني. بشو وليد بايك؟ حاسس انه في حدا عم يتسلل لهون بغيابي. حرامي؟ مش ضروري يكون حرامي، لا، لكن في اجر غريبي عن البيت عم بتفوت على البيت. بدك نطفي الضوء نتخبى وننطر؟ هذا اللي بدي اياه. انا بنطر هالميلي وانت بتنطر تاني ميلي. على راسي. ايه مين ده والضوء؟ ولو يا هجوب. عفوا عفوا وليد بيك، جيت من دون اذنك. شو بيك يا هجوب؟ شو جاي تعمل؟ بصراحة وليد بيك، عم حس هالايام انه نحن نواب ارمن بدنا نكون بيضة ابان بكتير محطات سياسية، كرمال هيك كله عم يتدفق علينا. وجاي لتطرق من عندي بيضة القبان؟ ايه نعم، لقيتها، مش هيدي؟ ليش عم تضحكوا؟ لانه انا مقاعد قرقة، هيدي شلتها من تحت القرقة يا هجوب.
يا قرقة أخ. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك.